فاكرين حاجة؟ تمام. هنا بقول everything is so different here، كل حاجة مختلفة هنا. طبعا اللي بيقول الكلام ده ديباك، بيقول طبعا الكلام ده لصديقه مارك. تمام. الحاجة التانية اللي بيقولها برضو الكوتيشن التاني، I miss نيبالي food، I miss نيبالي food and I miss my family، وحشني الأكل النيبالي وكمان وحشاني أسرتي. طبعا هنا لما أجي أقول who is speaking، هقول ديباك is speaking أو ديباك. Who does the speaker talk to، هقول he talks to Mark أو to Mark أو Mark. Does the speaker feel homesick، هل كان عنده مرض اسمه الهومسيك؟ ايوه كان عنده المرض ده. Yes he does، ايوه طبعا yes he does. ركز بقى في الفقره اللي جايه دي. Well at night I feel lonely in this big room. خلوا بالكم، انا بيجي لي جمله واحده من الاثنين دول، مش الاثنين مع بعض، بيجي لي واحده بس. انا مجمعهم لك من كتاب المدرسه الاثنين مع بعض، لان الكلام واحد او الموقف واحد عشان تربطهم ببعض. يبقى لما يقول لي ويل ات نايت اي فيل لونلي، ايوه انا بالليل بس شعور بالوحده في الاوضه الكبيره اللي انتم قاعدين فيها دي. طبعا ده ديباك برضو. ات هوم، لان انا هناك في بلدنا في نيبال. اي شير، يعني ايه شير يا حلوين؟ مشارك، يشارك زي ما بنشير اي حاجه كده. شير يشارك. انا بشارك البيدروم، اوضه النوم او حجره النوم، with my brothers، مع اخواتي كلهم، كلنا بننام في اوضه واحده، انما انتوا هنا سايبيني انا لوحدي في اوضه كبيره قوي عليا، فعشان كده انا بشعر بالوحده. فهنا لما يجي يقول لي who feels lonely in that big room، هو مين اللي بيشعر بالوحده هنا؟ دباب. Did the speaker suffer، كلمة سفر نكتب كده عندنا بمعنى يعاني، كلمة سفر بمعنى يعاني. هل المتحدث بيعاني من حاجة اسمها homesick؟ yes. من الوطن؟ هقول له yes he did، أيوة طبعا أيوة كان عنده المرض ده. How did the speaker's friend help him، هو مين الفريند بتاع السبيكر؟ مارك. How did Mark help him، مارك ساعده ازاي؟ He invited some of his friends or his friends to stay with the back. He invited his friends to stay with the back. عزم أصدقائه أو دعا أصدقائه أو اتصل على أصدقائه عشان يجوا يقعدوا مع the back. وده كان بتقولنا نعم. هو حضرتك قلت friends to stay with the back صح؟ أيوة. How did speaker friend help him، ازاي مارك ساعده؟ هقول he invited his friend to stay with the back، عزم اصدقائه لكي يقيموا مع the back. ما هو مشكلته ايه؟ انه قاعد في الاوضه لوحده عايز حد ينام معاه، وبالفعل جم الاصدقاء كلهم، كل واحد معاه السليبنج باك بتاعه اللي هو كيس النوم، كيس مش سرير بقى، كل واحد كيس كده بينام فيه هناك في امريكا نظامهم كده، وجم ناموا معاه في الليله دي او في اليوم ده. You made the bahat، وانت يا حاجة عملت دلبهات؟ That's my favorite food. يا حاجة عملت دلبهات؟ ده أكلتي المفضلة. Who is the speaker؟ ديباك. Who does the speaker talk to؟ بيتكلم لمين؟ مارك. مع الحاجة أم مارك. مع مين؟ الحاجة أم مارك. مارك is mom. How did he أو she make دلبهات؟ هي عملت الدلبهات إزاي؟ مين اللي هيجاوب؟ حد يرفع إيده. أنا سيف. عبد الرحمن بلال مش عارف يدخل. ماشي. هاخد. يلا شريف. مامي سيف. تفضل. مش رافع إيدك؟ يلا. مركز مصدر إيميل دي بيتش مصدر تقاس. How to make دلبهات. ممتاز، برافو يا شريف. طبعا بنقول هنا ازاي هي عرفت تعمل وجبة الدلبهات دي، فقلنا she sent او she emailed، she sent an email بتساوي she emailed the back's mother to ask her how to make دلبهات. بعتت لها ايميل عشان تعرف ازاي هي تعمل وجبة الدلبهات دي. عبد الرحمن السيد مش عارف تدخل بالك ساعة، انت النت عندك اكيد وحش. تعالوا نشوف الجزئيه دي. I sent you your mother an email
She told me how to make it. أنا بعت لمامتك إيميل وهي قالت لي إزاي أعملها. دي طبعا كانت رد، الجملة دي كانت رد على السؤال اللي بيقولها أنت عرفت إزاي تعمليها، فقالت له أنا بعت لماما وماما قالت لي أعمل إزاي. Who is the speaker؟ طبعا هنا السبيكر ماركس مادر، ماركس مادر أو ماركس ماما. Who does the speaker talk to؟ بتكلم مع مين؟ دي باك. مع دي باك. How did he or she make the البهات؟ نفس السؤال تاني، عايز حد يقوله تاني اللي لسه شوف مجاوبه؟ مين اللي هيجاوب؟ اتنين اتنين. سيف، يلا يا سيف. She emailed mom the baker's mother to ask her how to make the البهات. برافو، تمام تمام. يبقى شريف وسيف الأسئلة طبعا اللي احنا قلناها دلوقتي المفروض نحفظها، هنحفظها احنا حتى لو بنقول دلوقتي من المذكرة، المفروض قدامك فرصة طبعا للحفظ. تعالوا بقى نشوف الكوتيشن الخطير ده، ده آخر كوتيشن عندنا في الستوري. بنقول فيه Today was really special. Thank you. Today was really special. Thank you. النهاردة كان يوم مش عادي، النهاردة كان يوم جميل. أشكركم. Who is the speaker؟ دي باك. الضيف. الضيف هو اللي بيقول شكرا، بيقول لهم شكرا على اليوم الجميل اللي أنا قضيته ده. Thank you. ده دي باك. وده the speaker talk to بقى، عايز حد شاطر كده يرفع لي إيده. أنا يصير ماركس ماذر. ماركس فاميلي. في هنا وفيه رودينا وفيه عبد الرحمن. بسملة، قولي يا بسملة. ماركس فاميلي. استنى يا ولد. خلاص يا سير كلنا جاوبنا. بسملة هتبقى الإجابة ماركس ماذر. ماركس فاميلي يا سير. تمام. مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ أنا سلمى يا سير. ماشي يا سلمى. يا سلمى هنا المفروض كان في الوقت ده، وان شاء الله لما تاخدوا نشتري الستوري هنبص في الصور هنلاقي ان الولد الوادي باك قاعد مع مارك و هيز فادر هيز ماذر اند فريندز. اقول تاني، قاعد مع مارك اللي هو صديقه ومع الفادر والمذر اللي هم الفاميلي بتوعه وكمان الفريندز اصحابه اللي كانوا قاعدين معاه في اليوم ده. طبعا يبقى هنا بيقول الكلام ده، بيقول ثانك يو لمين؟ بيقول لمارك هيز فاميلي اند هيز فريندز. اظن كده مفيش بعد كده، بيبقى بيقول للكل، بيقول للكل، بيقول لمارك هيز فاميلي اللي هو فادر اند مذر اند هيز فريندز، اصحابه اللي جم وفكوا عنه شويه وباتوا معاه. تمام تمام، وصلت ديت؟ ايوه. يبقى بيقول ثانك يو لمين؟ لكل الناس اللي موجودين. مين اللي موجود؟ مارك، ماركس فاميلي اند هيز فريندز واصحابه. تمام تمام. في اربعه رافعين ايديهم. هنا ياسر اتفضلي، عايزه تقولي ايه يا هنا؟ انا كنت عاوزه اجاوب نمبر 3. يلا اتفضلي جاوبي نمبر 3، بس 3 عايزين فيه 2. قولي بقى، عايزين في 2 نمبر 3، عايزين اجابته 2 ايه بقى؟ 2 سربرايزز. اتفضلي. الفيرست سربرايز مارك انفايتد هيز فريندز تو ستي ويز دي باك. عسل. ذا سكند سربرايز از ماركس ماذر ميد دالبهات فور دي باك. ممتاز، زي انا ما قلت لكم ازاي اجاوب النقطه دي، وده سؤال مهم لانه موجود عندي في الستوري بتاعه المدرسه. تمام، يبقى هقول تاني زي ما هنا قالت. برافو يا هنا. زي ما هنا قالت، the first surprise، المفاجاه الاولى، ان مارك انفايتد هيز فريندز تو ستي ويز دي باك. اختصر في الكلام، مارك invited his friends to stay with the back. ادي واحد. The second، السربرايز التانية، كانت ان مارك's mother made، عملت دلبهات، الوجبة اللي هي اسمها دلبهات، for the back، لدي باك. ما تقولش بقت اصلها بعتت وراحت وجات، لا. تمام؟ طيب يلا حلوين نشوف امتحان سريع كده. بقول دي باك comes from، سيف. نبالي. نبال بس يا ولد. تاني، دي باك comes from نيبال. نيبال بس، نيبال ده اسم البلد، انما النيبالي لما اقول له نيبالي ايه؟ فود. فود تمام. نمبر 2، مصطفى ياسر، دي باك visits his friend مارك. نمبر 3، سلمى، مارك and his mother welcomed
Deepak. Deepak warmly. Number four, Sharif. Deepak slept in the guest room. Guest room. Kareem. Mark took Deepak to play in the Kareem. نادي الشرطة. كريم. أيوة سير. أخذوا وراحوا في نادي الشرطة. فيديو جيم. يا ولد. بلاي إن زي. بلاي فيديو جيم. بلاي إن زي. بارك. بلاي إن زي. راحوا لعبوا فينا كريم في البارك. في البارك. تمام. أنا أقولك نادي الشرطة هو. ماشي. نمبر 6. عبد الرحمن أحمد. عبد الرحمن أحمد. ديباك نيفر بلايد. فيديو جيم. برافو. فيديو جيمز. فيديو جيمز. عايز حمزة. Deepak was surprised to play video games before it was his first. صعبة دي شوي. ها. His first. مين. مين. مين اللي عايز يجاوب. يلا رود. رودي. His first ايه. His first time to play a video game. تاني. His first, هكتب time to play a video game. First time to play video game. تمام؟ نعمين. اللي بعديها يلا. Deepak likes playing. Deepak likes playing football and riding his bike. تمام. فريدة. Deepak missed A and A. فريدة. فريدة. يلا حبيبتي جاوبي. ها. Deepak missed. Missed. كان مفتقد ايه وايه اللي كان وحشه نيبالي فود اند هيز اند هيز فاميلي فاميلي برافو برافو يلا نور البرهامي نور Deepak suffered Deepak suffered Deepak كان بيعاني من ايه Deepak suffered يا نور راحت نور طيب ملك 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 عمارة homesick ملك ايوه سير Deepak suffered ايه homesick نمبر 11 will at night I feel kaza in this big room عاوز دانا طيب رحمة لأن نامت ولا ايه عبد الرحمن السيد عبد الرحمن زياد طارق زياد يلا حبيبي ها بقول will at night I feel أنا بشعر بإيه in this big room قلنا بعد كلمة feel أول ما أشوف feel أقول بزلومة ولا هقول له feel إيه lonely قول لي ماشي يبقى اقول له I feel lonely نمبر 12 برافو يا زياد نمبر 12 عاوز ريتال وليد يلا حبيبتي بقول مارك انفايتد سام اوف هيز فريندز تو ستاي ويز Deepak تمام الواجب اتعمل يا حبيبي ماشي طب يا سير ريتال سير ينفع تعيد رقم 11 ان الصوت كان بيقطع ماشي بنقول نمبر 11 at night I feel lonely I feel lonely بشعر بالوحده مارك انفايت سام اوف هيز فريندز تو زي ما ريتال قالت ادخلي يا ريتال زي ما ريتال قالت تو ستاي ويز Deepak نمبر 13 مارك's mother made the bath for مين يا شريف for Deepak برافو عليك رودي رودينا I sent your mother an email she told me how to make it وهي قالت لي ازاي اعملها اللي هي الدلبهات نمبر 15 مارك's mother emailed Deepak's mother to ايه بقى يا حلوين مين اللي هيجاوب يرفع ايده ممكن يجاوب انا يصير انا عامل ريز هاند ممكن اجاوب يصير مين اللي عامل ريز هاند سلمى انا سلمى يصير يلا يا سلمى يلا يا سلمى to tell him how to make the dalbahat هنركز بقى في هيم وهير نركز في هيم وهير هيم ده لو ولد تمام يبقى هنا اهوت بقول مارك's mother emailed Deepak's mother to ask her how to make the bath
أو to know how to make the bath. تاني هو ask here how to make the bath. صح. To know عشان تعرف لكي تعرف to know how to make the bath. صح الصح. تمام؟ تمام. تمام يا شباب؟ تمام. 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 عندي بعد كده حاجة اسمها more exercises اللي هي دي طريقة الامتحان في المدرسة. الأسئلة اللي قدامي كده ده شكل طريقة الامتحان في المدرسة اللي هي الجزء ده من أول نمبر 5 ده زي ما بيجي لي في كتاب في الامتحان بالظبط. بالظبط بيجي ازاي؟ كوتيشن عليه 3 أسئلة واثنين كومبليت. كوتيشن 3 أسئلة واثنين كومبليت، يعني الاستوري كلها كام سؤال؟ 5 نقط. 5 نقط 3 على الكوتيشن واثنين كومبليت، وأظن كلهم قلناهم كويس. طيب أمال اللي فوق ده الجزئيه مور اكسرسايز اللي هم 4 أسئلة دول، دول اللي موجودين في كتاب المدرسة. دول اللي موجودين في كتاب المدرسة. طب يلا نشوفهم كده. Where is the bag from؟ هقول هي is from نيبال. Has Mark's mother ever made the bag before؟ هذه الحاجة مو مارك قبل الدباك قبل كده؟ Yes she has. Why does the bag feel lonely in the guest room؟ هو ليه the bag بيشعر بالوحدة في حجرة الضيوف؟ ليه؟ He missed his family. الحاجة التانية إن it was big a big room. It was a big room. He shares a room at home. He shares a big room at home. إن الأوضة عليه كبيرة وإن هو هناك في نيبال كان بينام مع أخواته في نفس الأوضة. يبقى why does the bag feel lonely؟ هقول هنا هو because he missed his family. الحاجة التانية إن the room is big اللي هي the guest room is big and he shares a room أو a bedroom at home. He shares a bedroom at home with his brother مع أخواته. What are the two surprises؟ ده أسئلة كتاب المدرسة هي. دي أسئلة كتاب المدرسة حفظ دولت. What are the two surprises؟ إيه هم المفاجأتين زي ما جاوبناهم من شوية number one و number two. تمام؟ طيب أنا بالنسبة لي أنا هعمل إيه؟ الهومورك بتاعكم إيه؟ الهومورك النهاردة إيه؟ على الستوري الصفحات دي جزئية بيج 106 اللي هي الجزء ده اهو، وعندي كمان لحد هنا 107 اخرنا 107 وبعد كده طبعا كانت كتابة اللتر والإيمان. تمام يبقى اخرنا 107. يعني ايه ده؟ انا عندي كام نموذج امتحان؟ ادي واحد نمبر 1 2 3 4. كام نموذج؟ 4. 1 2 3 4. 4 نماذج هم دولت اللي بيتكرروا في امتحان كل سنة. 4 نماذج هم اللي بيتكرروا في امتحان كل سنة. Thank you. شكرا للأخ اللي عمل الألوان الجميلة دي. شكرا يا شباب. بصوا لي بقى في امتحان 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 PDF هبعته هنزله على جروب. تمام هنزله عندنا ونحله. تمام ورقتين PDF عايز كتابتهم. ممكن ما اطبعش الورقه واكتب في ورقه خارجيه. اكتب في ورقه خارجيه. هقدر اطبع الورقتين اللي هما الامتحان واحله واصوره وابعته؟ يبقى ممتاز جدا. فين الامتحان؟ اهو ده نفس الامتحان زي الامتحان اللي كان موجود عندي كمبيوتر. ايوه نتدرب عليه بقى كتابه. مش احنا اتفقنا هنمتحن كتابه؟ اهو ده الامتحان اللي هبعته لكم حالا. تمام ده نحله النهارده. المهم يكون جاهز. يكون جاهز قبل الحصه اللي جايه. يكون جاهز قبل الحصه اللي جايه. ده الامتحان اللي زمايلكم امتحنوه في الدرس. تمام يلا. ايه هو الليتر ده؟ الليتر الليتر نشرحه. هنشرحه. الليتر بمعنى خطاب. خطاب زي الايميل كده بس له مواصفات تانية. هنشرحه ما تقلقوش. هنشرحه. هو طبعا ما بيجيش ولكن هنشرحه ممكن يجي لي في الليتس. تمام هنشرح ما تقلقوش. هنشرح كل حاجة موجودة عندكم. المهم الاستفادة النهاردة 50%؟ لا ده 100%. يا ولد ما شوف يا مسهل. نشوف هنعمل ايه في الهومورك. يلا باي باي. يسير.